الفيديو الثاني الخوت مع الاشغال اللي العديد من المتتبعين الاوفياء تيبغي يعرفوا اش كاين في ادرار قضيه راه ماشي في ادرار ما غيبداو فيه حتى لا سميتو حتى المورا لا كوب دافريك ما عندهم ما غادي يقادو تما المحيط لان المحيط ضروري خصو يتقاد ضروري غادي يتقاد من هنا حتى لا كوب دافريك ما كرهناش لا كوب دافريك يعطلوها باش يكملوا الخدمه ديالهم راه باقي عندهم الخدمه راه شي ما سهلش عندهم هاد التيران خصهم يقادو هاد التيران هادو ثلاثه ديال التداريب زيد عليه هذاك البرانسيبال تا هو خصو يتقاد وداروا ليه لي كرادان جداد والمرافق الصحية شحال من حاجة عندهم طلعوا لاكادون سمعتك ما تسلم ها هو دابا غادي يعمر داك الكاميو باش يمشي ديماري هادشي راه ما كانش الخوت راه ما كانش هادشي الحل حيدوا بعد داك العشب هو الأول العشب الطبيعي اللي كان في هذا سميتو وهذا راه أفونتاج والصفقة راه قلت لكم دابا تعطات ديال الإنارة ديال التيران الليد تعطات لواحد الشركة من الرباط ها هو راه كلاكسون عليه باش يديماري ها يديماري دابا الخدمة غادية مزيان 12/4 هادي يوم الثلاث و14 مي هاديك القروة راه هي دارت الخدمة ديالها وديمارات مانيس سكوبي دراري ديال تي جي سي سي راه خدامين تما عرفتي هاد الخدمة هادي كتبان ليا يا سلام ان شاء الله المغرب غادي لقدام دابا هذا غادي الكاميو دابا هذا غادي يرجع مارشالين باش يبلاصي حتى هو باش يهز الحمولة ديالو هذاك الكابط راه كيقادوه دابا ضروري ما كيكونوا دوك لي زونبان الدراري ديال تي جي سي راه خدامين هنا خدامين في هاد البلاصة هادي خدامين في ديك البلاصة وخدامين بارتو خدامين تي جي سي تبارك الله راه عندهم واحد العدد كبير من اسميتو من العمال هاهما شتي هذاك الكاميو راه مشى راه هو يبان لكم مشى كيخوي الحمولة ديالو وداك الطراب راه غادي يعاود يخدموه شوف فين غيخدموه حتى شي حاجة ما كتضيع الا بقات الوتيره بحال هكا راه ان شاء الله غادي يكملوا في الوقت غادي تبقى دابا هذيك القاعه المغطاه القاعه المغطاه راه تي جي سي سي نيت اللي شداتها ولكن فين غادي يديروها مازال ما بان فين غايديروها والله ما عرفت فين غايديروها اوكي داير الله يحفظك الدراري مساكن اللي يشوفونا كيرحبوا بينا كنشكرهم من هذا المنبر اللي هما الرجال ديال المعقول الغيره ديالهم على الوطن كيخدموا من نيتو كيستحقوا منا الشكر اللي شاف هذا الفيديو يشكرهم شي تعليق ها هما الاساس ديال المغرب هادو هما لي باتيسير دي ماروك بناء المغرب هما هادو انا ها هي هادي عاطيه لاطاك مزيان هاد الكابط هادي هاد لي جون هذا خطير هاد لي جون تبارك الله عليه هادي دابا طاح في شي بلاصه صعيبه دابا اللي كيحفر هنا ما كيبانش ليا طاح شي بلاصه صعيبه عندو شي مهمه صعيبه هذا تلقى مع شي حجر صعيب شي علاش مزيان بعدا جيت هاد الوقيته هادي تلقينا ما نصورو كاين لي ميكانيسيان هادوك لي ميكانيسيان راه خدمتهم راه باينه فين ما خسر هادشي بارتي راه كيقادوها تبارك الله الخدمة غادية مزيان شوف تبارك الله دغيا غادي يعمر دابا داك الكاميو يا حتى النوع ديال الالات اللي مخدمه الكاتي كيبمون الالات اللي خطيرين هاد الكاتي هاد كفر بيلار هادي ما معاش اللعب كفر بيلار كتسرع غير كت هي
كاين اللي كيخدم شي ماتيريال اللي ناقص وهذاك ماشي في المصلحه ديالو كيعطل الخدمه غير كيزيد عليه في تمارة ان كل بروجي راه كيكون له ديلي ديالو. شوف راه الحجر نيت اللي كتحيد هادي صح داك الشيء راه ما ساهلش هاد الخدمه. انا كنشجع الدراري هاد اللي جون هادو يقراو هاد الميدان ديال الباطيمون يقراو ما ساهلش وفيه فرص العمل. المغرب كله راه اوراش مفتوحه جميع المدن المغربيه. دابا غادي نمشيو ننتقلوا لديك المنطقه الاخرى نخليوها الدراري هادو يخدموا باش ننتقلوا للمنطقه الاخرى ان شاء الله. غير بغيت نصور لكم ديك شجره ارقال راه صامده لحد الان مازال ما باناش غادي يديروا ليها. ضروري الدوله تدخل الناس اللي مكلفين بهذا الشيء هما اللي غايجيو غيحيدوها. الشركه راه ما عندهاش الحق تقيس هذا الشيء الا جا لوردر من السلطات المختصه في هذا الدومين ديال ارقال. كما كتشوفوا معايا هنا الخدمه غادي تيبنيو دابا الاسس ديال الملاعب التدريب. ملاعب التدريب هاد الملاعب العاديه هاد الثلاثه هادو تكون فيهم شي 500 بلاصه وداك البرانسيبال تكون فيه 2500. السور ها هو كيتحس السور ها هو كيتحس السور هنا فاش يحس. شفتوا معايا الارقان باقي بلاصتو ما قاسوش هنا يمكن ما بين كل تيران وتيران غادي يدير واحد السور. هذا هو اللي كيبان ليا السور كيبنيو هنا وهادو غيكونوا لي طواليت. شتي ها هو دابا السور فين وصلوه السور ديال التيران ها هو فين وصلوه هنا. هذاك الشي راه مبني على حقه وطريقه حقه وطريقه داك الشي ما كاينش تبارك الله. إذا هنا الصور ها هو فين وصل ديال تي جي سي سي ديال الملعب ديال أدرار. القضية راه غادية مزيان دائما كما كتلاحظوا معايا شجر أرقان ها هو الشجر ديال أرقان راه حتى واحد ما قدر يقيسو. الصور كيفاش كيتخدم طريقة احترافية. لان الصور ها هو فين غادي الصور غادي باقي راه داير التيران كاملو الصور. هاد الرافعة هادي كتلعب واحد الدور مهم ديال الفيديو قربنا نساليو الخوت. التيران راه كيبان لكم تما ها هو التيران. التيران ما غاديش يكون فيه دابا شونجمون علاش لان ما كاينش الوقت باش يتقاد الداخل ديالو. التيران تحيد ليه داك المضمار للحلبة ديال العاب القوى وغادي داروا دي جرادان جداد غيولي بحال الملعب ديال طنجه غتزاد لا كاباسيتي ديالو توتال. انا هادشي اللي كاين الخوت نتمنوا ان الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش في الجيم ولي كومونتير والدعم ديالكم راه ضروري ومؤكد باش القناة تستمر. كما كتلاحظوا معايا هنا الشجر الأرقان راه ما كيتقاش نهائيا ما خصوش يتقاس انه كاين الناس اللي مسؤولين عليه اللي غادي يقوموا بالواجب. وهذا الفيديو الخوت نتمنوا ان
هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وإلى اللقاء.